بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسًا نافعًا مباركًا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع، وأن يبارك لنا فيه. وفي هذه اللقاءات سنتدارس بإذن الله تعالى المقدمة الثانية من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله. وقبل ذلك نذكر نبذة مختصرة عن مصنف الكتاب وكتابه من باب الفائدة، فهو الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي، المتوفى سنة 741، كان متفنناً في علوم شتى رحمه الله، من الفقه والأصول والأدب والقراءات والتفسير. وقد جمع في كتابه هذا فوائد شتى من القراءات والآثار والإعراب والنكات اللطيفة، وكان يختصر فيه العبارة ويأتي بكلام العلماء في صورة موجزة. الشاهد أن هذا الكتاب من الكتب المفيدة، وهو في غاية الاختصار، ولكنه قد يتوسع في بعض المواضع ويتحاشى ذكر الإسرائيليات إلا في بعض المواضع، ويذكر الأحكام الفقهية غير متوسع في ذلك، ويذكر القراءات السبع، يهتم بذكر القراءات السبع ويذكر غيرها أيضا. لكنه أيضا يعني رحمه الله وقع فيما وقع فيه غيره من يعني تأويل الصفات ومخالفة منهج أهل السنة في إثبات الصفات في كثير من المواضع. هذا ما أحببت أن أقدم به، ونشرع في المقصود بقراءة المقدمة الثانية من تفسيره، وهي مقدمة مفيدة فيها فوائد جمة، ذكر فيها تفسير معاني اللغات، أي الغريب في اللغة، والعلماء قد صنفوا في غريب القرآن كثيرا، لكن هو ضمن كتابه هذا المبحث أو هذه المقدمة لفوائد سيذكرها بعد قليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت الحليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات.
نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع فيه في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد: إحداها تيسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها، والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور، والثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها، وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك، ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمات. هذه هي مقدمة ما سيذكره من معاني اللغات، وبين منهجه في ذلك هو أنه سيذكر الكلمات التي يكثر دورانها في القرآن والتي ذكرت في موضعين أو أكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وذكر فائدة ذلك، لماذا جمعها؟ لتيسير حفظها ولتكون كالأصول الجامعة، يعني يرجع إليها، وللاختصار بحيث لو أنك عرفتها وضبطتها فتكون يعني مستغنياً بذلك عن غيرها عندما ترد في مواضع أخرى. وهو ذكر هنا تشبيهاً لهذه الأصول بأصول القراءات، والأصول أصول القراءات يقصد بذلك يعني القواعد المضطردة التي ينطبق حكمها على كل جزئياتها أو كل جزئياتها التي يكثر دورها وتضطرد، مثل هاء الكناية والمد والقصر وأحكام النون الساكنة وهكذا. هو يقول أيضا هنا يريد أن يكون هذا شيء يعني مضطرد، فالشاهد أنه سيأتي الآن بالكلمات ويجردها. يأتي مثلا، نعطي أمثلة، كلمة أجر، أجر، فمثلا فأجره يأتي أجر، يجردها يجعلها أجر. كلمة صاعقة، الصاعقة، يأتي صاعقة يجردها، يضاعف، ضاعف، وهكذا كما سيتبين لنا منهجه رحمه الله. تفضل. حرف الهمزة. آية لها معنيان، أحدهما عبرة وبرهان، والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. ذكر هنا أن الآية لها معنيان، عبرة وبرهان، مثل من يذكر الآية؟ تكون وآية لهم أنا حملنا، هذا مثال، والثاني أنها آية من القرآن، مثل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، هذه آية يعني المقصود بها الآيات، آيات القرآن، كل هو آيات بينات. كذلك من المعاني التي لم يذكرها العلامة، العلامة، ومنه قوله تعالى في سورة طه: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، بمعنى علامة تدل على صدقه. هذه يعني من المعاني، من المعاني. والمصنف من التنبيهات أن المصنف أحيانا قد لا يعني يستوعب المعاني، قد يترك بعض المعاني. وأيضا من التنبيهات التي نريد أن ننبه عليها أنه يوجد في
النسخ شيء من التصحيف والأخطاء المطبعية، فنحب أيضا أن ننبه عليها في وقتها. أيضا من الأشياء قد لا يكون لما يذكره يعني مثال في القرآن، قد يكون المثال من اللغة يعني نعم، قد يعني سيأتي معنا شيء من هذا. نعم. أتى بقصر الهمزة معناه جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى وعده مأتيا. وآتى بمد الهمزة معناه أعطى، ومضارعه يؤتي، ومصدره إيتاء، واسم الفاعل مؤت، واسم المفعول مؤتى، ومنه قوله تعالى والمؤتون الزكاة. نعم. أتى وآتى وردت يعني قراءة وما أتيتم من ربا وما آتيتم، تجمع لك هاتين الكلمتين آتى، أتى وآتى، مقصورا وممدودا. أتيتم بمعنى ما جئتم من ربا، وما آتيتم أي ما أعطيتم. فالمقصود أن الأول أتى يأتي مصدره إتيان اسم الفاعل، وآتى أعطى يؤتي كما ذكر المصنف. فالشاهد تتكرر هذه في القرآن، وتأتي بعض القراءات بالحرفين أتى وآتى وهكذا. نعم. أبى يأبى أي امتنع. أبى يأبى أي امتنع، ولم يرضى ولم يقبل ولم يرغب في الشيء، أو كرهه واستعصى عليه وهكذا من هذه المعاني، وهي في القرآن إلا إبليس أبى، وهكذا في المواضع الأخرى. نعم. أثر الشيء بقيته وأمارته، وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، وأثارة من علم بقية، وأثار الأرض حرثوها، وأثر الرجل الشيء يؤثره فضله. ذكر معاني في أثر. أثر هذه مصدر، وهو ما بقي من الشيء أو من أصوله، ما بقي من الشيء أو من أصوله. قال الشيء بقيته وأمارته، أو رسم متخلف من شيء ما، رسم متخلف من شيء ما. وتقول أصبح أثرا بعد عين، أصبح أثرا بعد عين يعني ذهب يعني. وقال والأثر أيضا الحديث، يعني يقال أثر الحديث، أثر الحديث نقله، نقل فلان عن فلان الحديث. والأثر عند علماء الحديث يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف على الصحابي، والمقطوع على التابعي، فهو يشمل الأثر أيضا. وأيضا يكون مرادفا للسنة وللحديث، يقال هل عندك أثر من هذا يعني حديث أو هذه من المعاني يعني. وأثار الأرض أو أثارة من علم بمعنى إيش؟ بقية من علم، بقية من علم. وأثار الأرض بمعنى إيش؟ حرثوها وقلبوها للحراثة، قلبوها للحراثة. فهذه من المعاني. وكذلك الرجل وآثر الرجل الشيء يؤثره، يعني فضله واختاره، كما في سورة يوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، آثرك. هذه من المعاني وهي كثيرة في القرآن. نعم. إثم ذنب، ومنه آثم وأثيم أي مذنب. نعم. الإثم بمعنى الذنب، وقد ورد في عدة مواضع آثم اسم فاعل وأثيم فعيل أي بمعنى مذنب. نعم. أجر
ثواب وبمعنى الأجرة، ومنه استأجرة على أن تأجرني. وأما استجارك فأجره ويجركم من عذاب أليم، ولن يجيرني من الله أحد، وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. إذن ذكر ثلاثة معاني، ما هي؟ الأول الثواب، مثل إيش؟ قوله تعالى لهم أجر غير ممنون، هذا مثال. وبمعنى الأجرة، مثل قوله تعالى يا أبت استأجر. نعم. وأما المعنى الثالث فهو بمعنى إيش؟ التأمين والحماية، التأمين والحماية، وهو مثل قوله تعالى وهو يجير لا يجار عليه، أي وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، وهكذا. يعني معاني، هذه المعاني مبثوثة في القرآن، فهي ترجع إلى كلمة أجر، كلمة أجر. نعم. آمن إيمانا أي صدق، والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور، والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه، وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمناً وأمانة ضد الخوف، وأمن أيضاً من الأمانة، وأمن غيره من التأمين. نعم. هنا قال إن آمن أي صدق، وفي اللغة التصديق، لكن في هذا قصور كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما الإيمان في اللغة الانقياد والإذعان، الانقياد والإذعان، وليس مجرد التصديق، الانقياد والإذعان، وهو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. الشاهد أن الإيمان يستلزم الانقياد والإذعان، وليس فقط مجرد التصديق، وله معاني، وهو من أسماء الله المؤمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانه وتعالى. وما معنى المؤمن؟ تكلم فيه العلماء وذكروا فيه معاني، منها أنه الذي يؤمن أولياءه، والذي يصدق أولياءه فيجري على أيديهم الكرامات مثلا، والذي يؤمن أنبياءه يصدقهم، وهكذا. يعني فيه معاني. وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا وأمنة ضد الخوف، إيش الشاهد فيها؟ أمنة وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وكذلك آمنة منه، آمنة منه ضد الخوف. نعم. وأمنة أيضا من الأمانة، أمنة بعضهم يقول أمنة أيضا من الأمانة، أمنة يأمن من الأمانة، من الأمانة، هذه أمنة يأمن من الأمانة، وأمن غيره من التأمين، يعني نعم أنه صار مؤمنا. طيب. أليم مؤلم أي موجع، ومنه تألمون. نعم. يأتي في اللغة فعيل بمعنى مفعل، ومنه هذا أليم بمعنى مؤلم أي موجع، ومنه تألمون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بمعنى موجع. نعم. إمام له أربعة معان: القدوة والكتاب والطريق، وجمع أمن أي تابع، ومنه قوله تعالى للمتقين إماما. نعم. لو جئنا نذكر يعني مثال على كل واحد، يقول له أربعة معاني:
القدوة مثل واجعلنا للمتقين إماما، بمعنى قدوة يقتدى بنا في الخير، يقتدى بنا في الخير. والكتاب وكل شيء أحصيناه كتابا، كتابا بمعنى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، عفوا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني في كتاب. طيب يقول والطريق مثل وإنهما، تفضل، وإنهما لبإمام مبين يعني لبطريق مبين. وجمع أم أي تابع، هذه في اللغة يعني أم أي تابع، والتابع يعني المقتدى به سواء كان في الخير أو في الشر، سواء كان في الخير أو في الشر. قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذا يدل على أنهم أئمة في الشر عياذا بالله. وجعلنا للمتقين إماما، هذا يدل على الخير. نعم. وأيضا أي نعم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. جميل. أمة لها أربعة معان: الجماعة من الناس، والدين، والحين، والإمام أي القدوة. جميل، هذا نفس الشيء، وقد يكون هناك معان أخرى غير ما ذكر، لكن نمثل لهذه أيضا. الجماعة من الناس مثل قوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يعني جماعة، والدين مثل قوله تعالى لا الدين إن هذه أمتكم يعني دينكم أمتكم، والحين يعني الفترة من الزمن مثل وادكر بعد أمة، والإمام إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم كان أمة يعني قدوة، إمام يؤتم به في الخير عليه الصلاة والسلام. نعم. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين. نعم، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال بعضهم الأدق أن يقال الأمي الذي لا يقرأ كتابا، الأمي الذي لا يقرأ كتابا. نعم. أم لها معنيان: الوالدة والأصل، وأم القرى مكة. نعم، الأم الوالدة هي يعني التي يرجع إليها، الوالدة هذا معنى من المعاني، الوالدة. أم لها معنيان، أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى. نعم، الوالدة يعني هي الأم، هذه أصل يعني المولود الذي يرجع إليها، المولود يرجع إليها. نعم، وأم القرى هي مكة، ترجع إليها القرى، قيل في سبب تسميتها بذلك أنها أقدم وأشهر القرى، ولتنذر أم القرى ومن حولها، ولتنذر أم القرى ومن حولها. طيب. أخرى مؤنثه آخر وآخر، الشاهد على هذا وآخر دعواهما، مؤنثه يقول أخرى مؤنثه آخر مثل وآخر دعواهم، أيه، والثاني وآخر من شكله، وآخر من شكله أزواج. طيب. آل له معنيان: الأهل، ومنه قوله تعالى آل لوط، والأتباع والجنود، ومنه قوله تعالى آل فرعون. نعم، آل له معنيان: الأهل، ومنه آل لوط وآل إبراهيم وآل عمران كما ذكر الله عز وجل، واضح هذا. والأتباع والجنود قوله تعالى آل فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون، هل المقصود فرعون فقط؟ لا، المقصود أن الله نجاهم من فرعون
وأتباعه وجنوده، نعم وجنوده، أيوة، إن الله نجاه، نجاه من فرعون وجنوده. فإذا يطلق على الأهل، هذا إطلاق خاص، ويطلق على الأتباع والجنود. نعم. أمس، اليوم الذي قبل يومك، والزمن الماضي. الزمن الماضي كما قال زهير ابن أبي سلمة: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علمي ما في غد عمي. وأعلم علم اليوم والأمس قبله. فالقصد اليوم الذي قبل يومك هو أمس. نعم، ورد كلمة أمس ورد في قوله كأن لم تغن بالأمس. إيش؟ جعلناها حصيدا، كأن لم تغن بالأمس. بالأمس، نعم نعم. نبغاكم بس تستحضروا الأمثلة يعني تنشيطا وتحريكا لكم. نعم نعم. إناه وقته، وجمعه آناء. إناه، وفي بعض النسخ يمكن إناء كذا ولا لا؟ في أحد عندكم بالهمزة؟ آناء؟ لا، هي ولا ضبط يعني. إناء يعني بمعنى إيش؟ بمعنى الوقت يعني، الوقت. أي. وجمعه آناء، ومنه آناء الليل وهم يسجدون. نعم، وجمعه آناء، ومنه آناء الليل. طيب، ومنه أيضا قوله تعالى: غير ناظرين. أحسن، أي نعم. إناء يعني إيش معناها؟ غير ناظرين، إدراكه وبلوغه. أي نعم، يعني الوقت، وقت نعم نضجه وكذا. نعم. طيب، أمر لها معنيان، أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر. نعم. والثاني؟ والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا. نعم، يقول أمر، هذا يعني صيغ الأمر تأتي بمعاني، أحدهما يعني هذا الأصل فيه أن يأتي بمعنى الطلب، يأتي بمعنى طلب الفعل، طلب الفعل. والأمثلة على ذلك الوجوب مثل إيش؟ أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أمر، وجوب، وجوب، هذا على الوجوب. الندب مثل إيش؟ يعني ذكر الفقهاء وإذا حللتم فاصطادوا، تمام، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، مثال يعني. الإباحة مثل إيش؟ فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا على الإباحة يعني، ما هو بلازم، ما هو بواجب الإنسان إذا صلى الجمعة يعني، ما هو لازم. أي نعم. وكذلك وإذا حللتم فاصطادوا، وهكذا. ولكن قد تأتي يعني صيغة الأمر لغير الطلب، لغير الطلب، لها يعني معاني أخرى، مثل إيش؟ ذكر هنا التهديد كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيوة، التهديد. نعم، اعملوا ما شئتم، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. وكذلك التعجيز مثل إيش؟ التعجيز: فأتوا بإيش؟ بسورة. ممتاز. والتعجب مثل إيش؟ التعجب، التعجب مثل إيش؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، هذا يعني مثال. أسمع بهم وأبصر، يعني هذه كلها على جهة إيش؟ التعجب. والخبر مثل إيش؟ الخبر، خبر في آية الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني اعلموا، هذا على الخبر، هذا على الخبر. ك
كذلك ذكر بعض العلماء أن هناك معان أخرى مثل التيئيس والتحذير وغير ذلك، ويعني ذكر بعضهم أنها تصل إلى 27 معنى. المهم أن يعني هناك معان مختلفة في هذا. تفضل. والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا. الشيخ هو يقرأ برواية ورش، جاء أمرنا، أي على قراءة. نعم، هو على قراءة نافع، يعني هو نعم وفسره برواية ورش بن جزء. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو والد الأسباط واليهود من ذريتهم. نعم، إسرائيل أصل الكلمة إسراء بمعنى عبد، وإيل الله. يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وهو والد الأسباط. نعم، واليهود من ذريته. نعم. إياب رجوع، ومنه قوله تعالى مآب أي مرجع، ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله. والتأويب التسبيح، يا جبال أوبي. نعم، إياب بمعنى إيش؟ الرجوع والعودة. أيوه. ومآب في قوله تعالى إيش؟ وحسن مآب. أيوه، وإليه مآب المرجع يعني. ورجل أواب يعني كثير الإيش؟ الرجوع والإياب والتأويب الذي هو التسبيح، يا جبال أوبي. إذن يعني كل آية يعني من هذه الآيات لها معنى، يعني قد تأتي معاني للتأويب كل بحسب يعني لاحظوا، لكنها ترجع إلى المعنى هذا وهو اللي هو الإياب والرجوع. نعم. إفك أشد الكذب، والأفاك الكذاب، وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، ومنه تؤفكون. نعم، يقال أفك الأمر عن وجهه، يعني أو أفك الأمر عن وجهه، قلبه وصرفه عن وجهه، هكذا. فالإفك هو أشد الكذب، أشد الكذب، والأفاك الكذاب، ومنه قوله تؤفكون. وكذلك إن الذين جاءوا بالإفك يعني بالكذب، الإفك أشد الكذب. ومثله أيضا قوله تعالى وذلك إفكهم، فالذي صرف عن الحق وقلب عنه فيدخل في هذا، يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عنه من صرف، وهكذا. أوى الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد، ومنه جنات المأوى. عندكم جنات؟ أي في جنات، يعني كلمة جنات المأوى، ومنه المأوى. طيب، إذن أوى الرجل إلى الموضع، ومنه أيضا قوله تعالى فأووا إلى الكهف. نعم، إذن أوى وآوى، أوى هو وآوى غيره، فآواكم وأيدكم بنصره. ما معنى آواكم؟ يعني جعل لكم مأوى تأوون إليه. نعم، وآويناهما إلى ربوة، وهكذا. يأوي، نعم نعم، وهكذا، يعني من هذه المعاني أوى يأوي. أف كلمة شر، كلمة شر هذه اسم فعل، يقولون اسم فعل بمعنى أتذمر، اسم فعل بمعنى أتذمر أف. وفيها لغات عدة ذكر العلماء، أف وأف وأف وهكذا، فيها لغات. آلاء الله نعمه، ومنه آلاء ربكما. نعم، نعم الله وفضله الكثير سبحانه وتعالى آلاء، وقد وردت هذه الكلمة في سورة الرحمن كثيرا. نعم. أسف له معنيان،
الحزن والغضب، ومنه فلما آسفونا. نعم، فإذا نفرق لما يأتينا معنى الحزن ومعنى الغضب. الأسف يأتي بمعنى أشد الغضب، أشد الغضب، وليس فقط الغضب كما ذكر بعض العلماء، الأسف أشد الغضب. في الحديث موت الفجأة إيش أخذته؟ أسف أو آسف؟ أخذته أسف. إذن يعني هناك معنيان، المعنى الأول الحزن كما في قوله تعالى يا أسف على يوسف، يا أسف على يوسف، أيوه. وأيضا إيش كمان؟ فلما آسفونا، هذا بمعنى أغضبونا، هذا هو بمعنى أغضبونا، فلما آسفونا. جميل. وفي قوله تعالى غضبان أسفا، غضبان أسفا بمعنى إيش؟ إذن هذه بمعنى الحزن، انتبهوا شوي عشان نفرق. يعني هنا غضبان أسفا، هنا جمعت بين الغضب وبين الحزن، وبين الحزن غضبان أسفا. جميل. نعم. إسوة أو أسوة بكسر الهمزة وضمها قدوة. نعم، وردت فيها قراءتان، إسوة وأسوة بكسر الهمزة وضمها بمعنى القدوة. نعم نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فهو الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. نعم. أسى الرجل أسن أي حزن، ومنه فلا تأس على القوم الفاسقين وفكيف آسى على قوم كافرين. فلا تأس على القوم الفاسقين، يعني إيش؟ لا تحزن ولا تأسف عليهم. فكيف آسى أي فكيف أحزن وأنتم قد فعلتم ما فعلتم من الإعراض، نعم، فأصابكم ما أصابكم. نعم. أذان بالقصر إعلام بالشيء، ومنه الأذان بالصلاة، والآذان بالمد جمع أذن. نعم، إعلام بالشيء، إعلام الصلاة يقولون إيش؟ إعلام بدخول الوقت، وإن كان بعض العلماء يقول إن هذا التعريف قاصر، يعني ما ليس فقط إعلام بدخول الوقت، بل هو يعني إعلام بالصلاة. نعم، لأنه ممكن أن يؤذن الإنسان حتى لو دخل الوقت ولا لا؟ أي نعم. فالشاهد أنه أذان بمعنى إعلام، الفرق بينه وبين آذان، الآذان معروفة بالمد جمع أذن. نعم، وأذن أيضا بالسكون. نعم. إذن الله يأتي بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة، وأذنت بالشيء علمت به بكسر الذال، وآذنت به غيري بالمد. نعم، أذن الله يأتي بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة، كل هذه يعني ترجع إلى معنى العلم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، قل الله أذن لكم. أي نعم، فكما ذكر العلماء أنها ترجع إلى معنى العلم. نعم. إصر لها معنيان، الثقل والعهد. الثقل أيوة والعهد، ومنه قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم. إيش هذا؟ ويضع عنهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم، إصرهم والأغلال بمعنى الثقل. نعم، فهذه كانت من الأشياء التي فرضت على بني إسرائيل وخففت عنا بحمد الله تعالى، والأغلال التي كانت عليهم. نعم، والعهد أيضا، قال تعالى وأخذتم على ذلكم إصري بمعنى عهدي. نعم. أيد قوة، ومنه وأيدناه وبنيناها بأيد، والأيدي جمع يد فهمزتها زائدة.
نعم. إذا نفرق بين كلمة الأيدي وبين أيد، أيوة في فرق بينهما. الأيدي فيها ياء اللي هي جمع يد، فعندنا آد يئيد، وعندنا يد وأيد، في فرق. فآد يئيد قوة بمعنى القوة، بنيناها بأيد بمعنى إيش؟ بمعنى أيوة. هذه تختلف، ليست من آيات الصفات، نفرق بينها، ليست من آيات الصفات. بنيناها بأيد، هذه ليست من آيات، هذه بمعنى القوة. لكن لما خلقت بيدي، هذه من آيات الصفات، نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى، نعم، من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، أن له يدان عز وجل من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. نعم. يقول الأيدي جمع يد فهمزتها زائدة. نعم. أكل أو أكل بضم الهمزة اسم المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، والأكل بفتح الهمزة المصدر. أكل وأكل يعني هذه قراءتان، وردت في مواضع من القرآن، مثل إيش؟ قوله تعالى أكلها دائم وظلها، مثال يعني، يجوز فيها الضم والإسكان كما سبق أنها قراءتان ولغتان. نعم. وأما الأكل فهو المعروف يعني المصدر، يعني أكل يأكل، لا قلنا بفتح الهمزة أكلا، أيوة أكلا. طيب يلا. أيك غيضة. غيضة، نعم. الغيضة ما هي الغيضة؟ الغيضة هي إيش؟ لا ما هي الصيحة، لا لا لا, لا. غيضة الشجر المجتمع، الشجر المجتمع، أي نعم. قال الخليل الأيكة غيضة تنبت السدر، تنبت السدر، هكذا. وأصحاب الأيكة معروفون، أصحاب الأيكة من هم؟ أيوة نعم. طيب هذه الأيكة، تفضل. أثاث متاع البيت. الأثاث جمع أثاثة، جمع أثاثة، وهو متاع البيت، المتاع الخاص بالبيت، من إيش؟ فراش وغيره المعروف. نعم. أين ورد أثاث؟ يعني مثال كذا، وأثاثا ومتاعا. نعم. أجاج مر. مر في قوله تعالى إيش؟ ملح أجاج. نعم. أرائك أسرة واحدها أريكة. أريكة كما في قوله تعالى إيش؟ على الأرائك. قالوا الأرائك السرر في الحجال، السرر في الحجال. إيش معنى السرر في الحجال؟ أحد يستطيع؟ السرر في الحجال يعني هي عبارة عن إيش؟ سرير وفوقه فوقه إيش؟ من يعرف؟ فوقه سقيفة، يعني كذا، يعني يضعون عليه زي القبة كذا، يعني يزين، تزين يعني كذا، هذا هو يسموه مثل إيش؟ هذا هو الحجال يسمونه، السرير، السرر في الحجال، خلاص؟ سرير يضعون عليه سقيفة، نعم، يسمونه السرر في الحجال. إذا مرت عليك هذه الكلمة أرائك أو أريكة فهذا هو المقصود، يعني تزين يعني كده هكذا. تفضل. آنية لها معنيان، جمع إناء، ومنه بآنية من فضة، وشديدة الحر، ومنه عين آنية، ووزن الأول أفعلة، ووزن الثاني فاعلة، ومذكره آن، ومنه حميم آن. إذن لها معنيان، الأول جمع إناء، واضح، آنية و آنية وإناء، مذكر ومؤنث. طيب، وذكر الشاهد أو المثال
وكذلك بمعنى شديدة الحرارة، يعني التي بلغت منتهى الحرارة، التي بلغت منتهى الحرارة، شديدة عين آنية بلغت منتهى الحرارة. نعم، الأول على وزن إيش؟ أفعلة، والثانية فاعلة. طيب، أحد لها معنيان، واحد ومنه الله أحد، واسم نفي بمعنى إنسان. أحد عنده واسم جنس، ولا كلكم أحد اسم نفي؟ ها؟ في نسخة واسم جنس، فلا أدري. على العموم ذكر أن لها معنيان، وأصله وحد، أحد أصله وحد هكذا، ومنه الله أحد، واحد لا شريك له عز وجل، وليس له شريك في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. وإن أحد أيضا من الأمثلة، من المشركين استجارك فأجر، وإن أحد. الشاهد قال واسم جنس بمعنى إنسان، يعني يطلق أيضا أحد بمعنى اسم جنس، واسم الجنس هو الذي لا يختص بمعين من أفراد جنسه، ويصدق على القليل والكثير. تقول أحد يعني تقول أحد من الناس، واضح؟ فهو يعني نعم. ولعل نراجع إذا كان اسم نفي هذا يحتاج إلى مراجعة. اسم جنس نعم، ها؟ ما أقول لك في نسخ كذا، نسخة فيها اسم جنس وفي نسخة نعم. أيان معناه متى؟ أيان بمعنى معناه متى، يعني متى إيش؟ مثل قوله تعالى إيش معنى أيان مرساها؟ متى موعد وقوعها، متى موعد وقوعها نعم. أن بمعنى كيف ومتى وأين، كيف ومتى وأين. أمثل على ذلك كيف، مثل أن لهم الذكرى، أحسنت. وأن يكون لي غلام مثلا يعني، ومتى مثل إيش، فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، هذا عن الـ لا ليس هذا، لا لا لا، هذه كلها عن كي عن يعني بمعنى كيف. طيب أعطونا أين هل لها مثال؟ ها ماني سامعك يا أخي، أيان مرساها يقول، إحنا نسأل عن أن وردت في القرآن بمعاني، بمعنى كيف وبمعنى متى وبمعنى أين، خلاص؟ أو من أين، من أين، بعضهم قال من أين، مثل قوله تعالى يا مريم أنى لك هذا، شوف كيف. طيب هذه جبناها، باقي متى، مثل إيش؟ أيوة جزاك الله خير، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هذه تشمل إيش يا شيخ، تشمل متى، أيوة خلاص انتهينا. طيب، إن المكسورة المشددة للتأكيد، والمفتوحة المشددة مصدرية. جميل، نستطيع أن نأتي بمثال أيضا، ها؟ إن الساعة آتية، كثير يعني أمثلة كثيرة. والمفتوحة المشددة مصدرية مثل وأن ليس، لا المشددة، إحنا نبغى المشددة، وأن الله يبعث من في القبور مثلا، ذلك بأنهم مثلا. طيب ماشي. وأيضا بعضهم قال أنها تأتي للتعليل، هذه إن تأتي للتعليل، مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، قالوا هذا يعني من الأمثلة، وإن كان في خلاف يعني بعض العلماء هل هي للتعليل، لكن هذه من الأمثلة يعني نعم. إنما للحصر نعم، مثل قوله تعالى
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما أموالكم ولا، نعم، ما هي أقوى أساليب الحصر؟ لا، ما هي إنما؟ النفي، النفي والإثبات، مثل إيش؟ لا إله إلا الله، هذا أقوى، هذا أقوى. يأتي بعدها إنما، يأتي بعدها إنما، جميل. فالمقصود إن إنما للحصر، أساليب الحصر متعددة، منها إنما، إنما إلهكم. طيب ماشي. إن المكسورة المخففة أربعة أنواع: شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة. طيب هذه كمان تحتاج إلى أمثلة، فهي موجودة أيضا في القرآن. لا، الشرطية مثل إيش؟ الشرطية أكثر شيء تأتي كثير، يعني مثل إيش؟ إن تحرص على هداه، هذه شرطية ولا لا؟ صح؟ إن تعودوا نعود. طيب ممتاز، هذا واضح. النافية مثل إيش؟ ها؟ هذه النافية كذاك، ها؟ إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، وكذلك إن هي إلا حياتنا الدنيا. ما الدليل على أن هذه نافية؟ أن جاءت في الآية الأخرى إيش؟ ما هي؟ صح؟ ها؟ جاءت في ما هي إلا حياتنا الدنيا. شوف كيف؟ يعني هذه بعض العلماء ذكرها، قال إن هي إلا حياتنا الدنيا، جاءت في الآية الأخرى إيش؟ إيش قال؟ أيوة، ما هي؟ صح؟ أيوة، ما هي؟ فقالوا إن هنا بمعنى النافية. ممتاز. طيب الزائدة، يقصدون بالزائدة يعني إعرابا وليس، ها؟ مفهوم؟ يعني يقصدون بالزائدة، وإن كان بعضهم يقول الأولى أن يقال صلة ولا يقال زائدة، تأدبا يعني على القرآن. إيه نعم، مثل إيش؟ طبعا بعضها قد لا يكون في القرآن، مثل يعني. طيب فكروا فيها، ممكن مخففة من الثقيلة مثل إيش؟ وإن كلا لما ليوفينهم، واضح؟ وإن كلا لما، هذه مخففة من الثقيلة، هي أصلها وإن كلا لما، خلاص؟ طيب وإن كل ذلك لما متاع الحياة، هذه أمثلتها. وأما الزائدة فخذوا مثالها في اللغة: ما إن جاء زهير حتى انصرف، ما إن جاء زهير حتى انصرف، هذه مثال يعني. ما إن رأيته حتى أكرمته، ما إن رأيته حتى أكرمته. طيب يعني مثال، عفوا، يعني ذكروا لها مثال في القرآن، وإن كان يعني متنازع في المثال. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، خلاص لاحظوا، ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه، يعني إن هذه لاحظتم. طيب يلا. أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع: مصدرية وزائدة ومخففة من الثقيلة وعبارة عن القول. تمام، نحتاج أيضا نذكر إيش أمثلة، مثل إيش؟ المصدرية: وأن تصوموا، وأن تصوموا، خلاص. الزائدة مثل إيش؟ ولما أن جاء البشير، عشان الوقت بس نختصر يعني، معليش. ولما أن جاء البشير، ولما أن جاءت رسلنا، مثال يعني. ومخففة من الثقيلة مثل إيش؟ أحد عنده مثال؟ وأنه كان عبد الله، وأنه وأنه لما قام، أن هذه، هذه المخففة يا جماعة، إيش يقول؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم، هي هذه، أيوة، فلا يرون ألا يرجع. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب وعبارة عن القول إيش؟ مثل أن اصنع الفلك، خلاص، أيوة، أن اصنع يعني
يعني قلنا له أن يصنع يعني التقدير، قلنا له عبارة عن القول، قلنا له أن يصنع الفلك، أن يمشوا واصبروا، يعني قالوا أن يمشوا واصبروا، طيب إلى آخره. إذن نوعان، ظرف زمان، ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط، وقد تخلو عن الشرط، وفجائية. نعم، يعني الأصل أنها تكون ظرف زمان للمستقبل ومعناها الشرط، مثل إذا جاءك المنافقون مثلا، وإذا جاءوكم قالوا، نعم، وإذا رأوا تجارة، وهكذا يعني. وقد تخلو عن الشرط، وهذا أيضا لها أمثلة، مثل والنجم إذا هوى مثلا يعني. طيب، وفجائية مثل إيش؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم مبلسون، فألقاها فإذا هي حياة تسعى، وهكذا يعني. نريد نختصر عشان الوقت. نعم. إذ لها معنيان، ظرف زمان ماض وسببية للتعليل. ظرف زمان ماض مثل إيش؟ أيوة، إذ أخرجه الذين كفروا، ثانية اثنين إذ أخرجه، وسببية مثل إيش؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، هذه سببية، هذه سببية للتعليل، مثال يعني. أو العاطفة لها خمسة معان، الشك والإبهام والإباحة والتخيير والتنويع والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي. هذه يعني المعاني كما ذكر بعض العلماء تتداخل يعني، تتداخل. فمن الأمثلة يعني مثلا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني من الأمثلة تتداخل هذه. وإنا أو إياكم لعلى هدى، هذا فيها إبهام. وهكذا التخيير مثل إيش يعني، ففدية من صيام أو صدقة. طيب، أم استفهامية، وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإضراب، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها، ومنفصلة مما قبلها. نعم، يعني هذه أم إما تكون متصلة عاطفة أو منقطعة بمعنى بل. مثالها سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، هذا مثال إيش؟ المتصلة، المتصلة. نعم. إما المكسورة المشددة للتنويع والشك والتخيير، وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. نعم، يعني هذه إما يكون بعدها يعني هو حرف يكون بعد الطلب، بعد الطلب، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني فإما منا بعد وإما فداء. نعم، إما منا بعد وإما فداء. نعم. أما المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل، ألا المفتوحة المخففة للتنبيه والاستفتاح والتوبيخ والعرض والتمني. يعني لها أمثلة هذه أيضا السابقة، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، إما العذاب وإما الساعة. طيب، إلا المكسورة المشددة استثناء، وتكون للإيجاب وتكون للإيجاب بعد غير الواجب. طيب، نذكر أمثلة أيضا لهذه، ألا المفتوحة المخففة مثل إيش؟ ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا إنهم هم السفهاء. أيوة، التوبيخ مثل إيش يعني؟ ألا يتقون، ألا يتقون. العرض مثل إيش؟ ألا تحبون، أي أو ألا تأكلون. نعم. أما التمني هذا ليس له مثال يعني، قالوا إنما مثاله ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه كما قال. نعم. طيب ماشي. عشان إلا المكسورة المشددة استثناء، وتكون للإيجاب بعد غير الواجب، يعني المنفي تكون للإيجاب. نعم.
المنفي. وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. نعم. أي المشددة سبعة أنواع: شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، إذا أضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. في شيء منها في القرآن وفي شيء منها ليس له يعني مثال، نذكر أمثلة. مثل إيش؟ فأي آيات الله تنكرون؟ طيب، وأيضا فأي الفريقين أحق بالأمن؟ ما أسمع. فأي الفريقين أحق؟ أي الفريقين، نعم، خير. المنادى مثل إيش؟ يا أيتها النفس، نعم. استفهامية، أيكم زادت هذه، وهكذا، نعم. طيب، إي المكسورة المخففة معناها التصديق. طيب، قل إي وربي. إي وربي، نعم. إلى معناه انتهاء الغاية، وقيل تكون بمعنى مع. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اختلف العلماء هل المقصود أي واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل المقصود إلى أو مع؟ يعني هكذا، نعم، مع المرافق أو إلى المرافق. الهمزة للاستفهام أو التقرير والتوبيخ والتسوية والنداء وللمتكلم، وأصلية وزائدة للبناء. نعم، وكل هذه لها أمثلة. لا إله مع الله. التقرير مثل ألست بربكم، أأنت قلت للناس. التوبيخ مثل إيش؟ أذهبتم طيباتكم. جميل. التسوية إن الذين كفروا سواء عليهم. ما التسوية؟ أنذرتم أم لم تنذروا. طيب، حرف الباء بارئ خالق، ومنه ومنه البريئة. البريئة، نعم، البريئة، البريئة، أيوة، قراءة رواية ورشة. البريئة، أيوة. ومنه البريئة أي الخلق، أولئك هم خير البريئة. نعم، نعم، هذا طبعا من التفسير المقارب. هذا من التفسير المقارب، وإلا فهناك فرق بين برأ وخلق، في فرق بين برأ وخلق، بدليل قوله تعالى الخالق البارئ المصور، دلك على أن هناك فرق، لكن هذا من التفسير المقارب. نعم. بعث له معنيان: بعث الرسل وبعث الموتى من القبور، كما في قوله تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال في بعث الموتى إيش؟ وأن الله يبعث من في القبور. من في القبور، نعم. بسط الله الرزق وسعه، وضده قبض، وقدر الرزق أي ضيقه. ومن أسماء الله تعالى القابض والباسط، وبسط زيادة. بسط بمعنى زيادة، وزاده بسطة، نعم. فالمقصود بالبسط هو امتداد الشيء، امتداد الشيء سواء كان شيئا حسيا أو معنويا، نعم. بشر من البشارة، وهي الإعلام بالخير قبل وروده، وقد يكون للشر إذا ذكر معها، ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف. ومنه المبشر والبشير، واستبشر بالشيء فرح به. نعم، يعني هو يعني أصل البشر ما يظهر على البشرة، على بشرة الشخص، على جلده ما يظهر من فرح أو حزن، ما يظهر على بشرته، فهذا هو من البشارة، وهو الإعلام بالخير قبل وروده، وقد يكون للشر، لكن إذا كان للشر، إذا جاءت للشر فهي مقيدة. إذا جاء الأصل فيه أن تكون البشارة بالإيش؟ بالخير، أيوة، أبشره بغلام عليم، لكن إذا كان بالشر فبشره بعذاب أليم. تلاحظون يكون مقيدا، ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف، كما في القراءة يبشركم ويبشركم، يبشركم ويبشر، وهكذا يعني.
نعم. بعد له معنيان: ضد القرب، والفعل منه بعد بضم العين، والهلاك والفعل منه بكسرها، ومنه كما بعدت ثمود. نعم، ضد القرب والفعل منه بعد. ماشي، واضح. بلاء له معنيان: العذاب والاختبار، ومنه ابتلى ونبلوكم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذه اشتملت على إيش؟ على الابتلاء بإيش؟ بالخير والشر. أيوة، اشتملت على هذا. فهو قال العذاب والاختبار، والاختبار وهو ممكن أن تقول بالنعمة وبالاختبار وبالمكروه، بالمكروه كما ذكر بعضهم، بالنعمة وبالاختبار وبالمكروه. يعني يختبر الإنسان أو يبتلى بالنعمة وبالاختبار وبالمكروه. نعم. بر له معنيان: الكرامة، ومنه بر الوالدين وأن تبروهم، والتقوى، والجمع لخصال الخير، ومنه البر ولكن البر من اتقى، ورجل بار وبر، والجمع أبرار، والبر من أسماء الله تعالى. نعم، بر الوالدين إكرامهم والإحسان إليهم، والتقوى، والجمع لخصال الخير، هذا هو البر. جامع اسم البر هو جامع لخصال الخير، وهو والبر هو اسم من أسماء الله الحسنى. أيوة، إنا كنا ندعوه من قبل، إنه هو البر الرحيم، البر الرحيم سبحانه وتعالى. نعم. بات معروف، ومصدره بيات، وبيت الأمر دبره بالليل. فجاءها بأسنا بياتا، يعني وقت ليش؟ المبيت، وقت المبيت. نعم. بغتة فجأة. نعم. بروج جمع برج وهو الحصن، وبروج السماء منازل الشمس والقمر. منازل الشمس والقمر وهي 12 برجا المعروفة. قال تعالى حتى بالنسبة لبغتة، يعني آسف، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. والبروج هي إيش؟ حصون مطولة كما ذكروا، حصون مطولة جمع برج. نعم. ولو كنتم في بروج مشيدة. بروج مشيدة، نعم، ولو كنتم في بروج مشيدة. جميل. نعم. وبروج السماء منازل الشمس والقمر. تمام، وهي 12 برجا. نعم. بين ظرف، وبين يدي الشيء ما تقدم قبله، والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد. البين من الأضداد، يعني يكون بمعنى الوصال ويكون بمعنى الفراق. تمام. لقد تقطع بينكم، والقراءة الأخرى بينكم على، نعم، على الاتساع. تفضل. بينات براهين من المعجزة وغيرها، ومبينة من البيان، ومبينة من البيان. يبين من البيان وله معنيان: بين غير متعد، بين غير متعد، ومبين لغيره. بينات براهين من المعجزة، وفي نسخة من المعجزات بينات، بل هو آيات بينات، يعني براهين وآيات واضحة جلية. نعم، بفاحشة مبينة، بينات ومبينة من البيان. ويبين من البيان، بين يعني بين هو، بين هو نفسه، بين واضح، ومبين لغيره. نعم. بدا يبدو بغير همز ظهر، وأبديته أظهرته، والبادي أيضا من البادية، ومنه بادون في الأعراب، ومنه العاكف فيه والباد، يعني الذي يأتي من البادية. بدأ بالهمز من الابتداء، ويقال بدأ الخلق وأبدأه، وقد جاء القرآن بالوجهين. نعم. بغى له معنيان: العدوان على الناس والحسد، والبغاء بكسر الباء الزنا، ومنه امرأة بغي أي زانية، وابتغى الشيء وبغاه أي طلبه. نعم، العدوان على الناس
مثل قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، والحسد مثل قوله تعالى وإن كثيرا من الناس وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم، وأيضا بغيا أن ينزل الله، والبغاء بكسر الباء كما في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. نعم. وأما معنى ابتغى كما في قوله تعالى فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا، لا نبتغي الجاهلين، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعم. بث الحديث وغيره نشره، والمبثوث المنتشر، ومبثوثة متفرقة، والبث الحزن الشديد، ومنه أشكو بثي. نعم. بوأ أنزل الرجل منزلا، أنزل الرجل منزلا، ومنه وبوأكم في الأرض ونبوئهم ولنبوئنهم ومبوأ. بوار هلاك، ومنه قوما بورا أي هلكا. باء بالشيء رجع به، وقد يقال بمعنى اعترف. فقد باء بغضب من الله يعني رجع، وفي الحديث وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. ها؟ فقد باء بها أحدكما. طيب. بأساء الفقر والبؤس والشدة والمحنة، والبائس الفقير من البؤس، والبأس القتال والشجاعة والمكروه، وبأس الله عذابه، وبئس كلمة ذم. مثل إيش هذا؟ فبئس ما، أيوة، بئس الاسم الفسوق. جميل. والذين ينفقون في البأساء والضراء، إيش يعني البأساء؟ الشدة. أي جميل. طيب يلا. ها؟ في السراء والضراء، لا، الآية الأخرى وحين البأس، يعني لا، نبغى الآية الثانية اللي هي ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. أي أيوة. إيش معناها؟ الشدة. الشدة. جميل. برزخ شيء بين شيئين، والبرزخ ما بين الموت والقيامة. البرزخ، نعم، بينهما برزخ، هذا يعني الشيء، البرزخ الشيء بين شيئين، وأما البرزخ بين الموت والقيامة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. بديع له معنيان، جميل ومبدع، أي خالق الشيء ابتداء. نعم. بديع السماوات والأرض. نعم. بسر عبس، ومنه باسرة، وجوه يومئذ باسرة، يعني إيش؟ نعم، عبوسة، عليها العبوسة يا ذنب الله. نعم. بصير من أبصر، يقال أبصرته وبصرت به، والبصائر البراهين جمع بصيرة. نعم. برز ظهر، ومنه بارزة وبارزون. بطش أخذ بشدة، بخس نقص، يعني أخذ بشدة فتك به، وإذا بطشتم جبارين. نعم. بخس نقص، يعني منعه حقه، ما يستحقه، ظلمه، وهكذا. بعل له معنيان، زوج المرأة وجمعه بعولة، والبعل أيضا الرب، وقيل اسم صنم، ومنه أتدعون بعلا. الأول كما في قوله تعالى وهذا بعلي شيخة، والبعل الرب، قالوا أتدعون بعلا يعني أتدعون صنما، أيوة، وبعضهم قال إن أتدعون بعلا يعني اسم الصنم هذا بعلا. بهجة حسن، وبهيج حسن، يعني ذات، كما في قوله تعالى ذات بهجة، يعني يبهج من يراه، يسره. نعم.
مبلسون جمع مبلس وهو البائس وهو اليائس. عدلوها هذه، وهو اليائس. اليائس يعني الذي انقطع. جمع مبلس وهو اليائس، وقيل الساكت الذي انقطعت حجته، وقيل الحزين النادم، ومنه بئيس. ومنه يبلس. يبلس. ومنه يبلس. ما عندي يبلس هذه. ومنه يبلس، ومنه اشتق إبليس. عندكم؟ ومنه اشتق إبليس. أيوة، ومنه يبلس ومنه اشتق إبليس. كل هذه يعني ترجع لمعنى أبلس. 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 نعم. بهت، انقطعت حجته. انقطعت حجته وتحير و ودهش. اي نعم، تحير ودهش وانقطعت حجته. فبهت الذي كفر. فبهت. نعم. تبارك من البركة وهي الكثرة والنماء، وقيل تقدس. نعم، بمعنى الكثرة والنماء والزيادة، وقيل بمعنى تقدس. طيب. بلى جواب يقتضي إثبات الشيء. فهي لا تأتي إلا بعد نفي. إلا بعد نفي. ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن هي تختص بليش؟ بالنفي فتبطله. تختص بالنفي فتبطله. نعم. بل معناها الإضراب عما قبلها. نعم، يقولون حرف عطف معناه الإضراب عن الأول للثاني. عن الأول للثاني. نعم. بل لما يذوق عذاب. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. نعم. الباء للإلصاق ولنقل الفعل في التعدي وللقسم وللتعليل وللمصاحبة وللاستعانة وظرفية وزائدة. هذه أيضا تحتاج إلى أمثلة نذكرها سريعا. الإلصاق مثل إيش؟ امسحوا برؤوسكم. أيوة، برؤوسكم. ولا تلبسوا الحق بالباطل مثلا. التعدي مثل إيش؟ ذهب الله. معنى التعدي نذكره الآن. ذهب الله بنورهم، أصلها أذهب الله نورهم، ثم صارت ذهب الله، كانت إيش؟ أذهب، الفعل أذهب، ثم صار ذهب الله بنور. هذا يسموه التعدي. وللقسم مثل إيش؟ وأقسم بالله جهد أيمان. للتعليل مثل إيش؟ فكلا أخذنا بذنبي. هذا التعليل. هذا التعليل. وللمصاحبة مثل إيش؟ اهبط بسلام. اهبط بسلام يعني مصاحبا بسلام. خلاص. الاستعانة مثل إيش؟ يكتبون الكتابة بأيديهم، يعني الآلة التي. والظرفية مثل ولقد نصركم الله في بدر. هذا يعني في بدر. لو قالوا أن حروف الجر تنوب عن بعضها في بدر. والزائدة مثل، قلنا الزائدة إعرابا وليس معناه، ليس لها معنى. لا، ولقد نصركم الله ببدر، هذه الظرفية والزائدة، وكفى بالله شهيدا. نقف هنا إن شاء الله، غدا نستكمل بعد العصر وبعد المغرب لعلنا ننتهي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.